من أيام الاحتلال الإنجليزي مصر كانت محتاجة إنجليزي، ودلوقتي كلمة إنجليزي بتتكرر في كل حتة. يعني لما حد يقعد في كافيه يحب يشرب شاي إنجليزي، ولما يشجع يشجع الدوري الإنجليزي، وبعدها الحساب لازم يبقى إنجليزي، ولما يحب ينزل يعمل شوبينج يحب يجيب شوز إنجليزي أو يلبس بدلة صوف إنجليزي. حتى الدراسة محتاجة إنجليزي، ولو ناوي تقدم على شغل يبقى أكيد الإنجليزي. ويا سلام بقى لو عايز يسافر أو يهاجر لازم الآيلتس اللي هو إنجليزي. السؤال بقى، هو أنت بتعرف تتكلم إنجليزي؟ مع هارلم كوليدج عيشها إنجليزي.